السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو قصير غادي نوريكم واحد العصير كيعجبني سنديرو ديال الفواكه والخضار. هنايا عندي في السنتريفيجوز او الخلاط الكهربائي اللي كيعصر غير الماء، اللي ما عندوش يقدر يدير مع الماء يكون ماء عذب. هنايا الكرفس والمعدنوس، هنايا عندي حبة ديال الجزر، عندي القرع الاخضر، عندي سلاوي نصف حبة اللي هي يا مقشراها ومخليها بالزريعة ديالها، عندي الباربة، عندي واحد البطاطا حلوة نصف حبة، عندي هنا القرع الاخضر، عندي شوية ديال التفاح ديال سويهلة، عندي الخس، وعندي الكرم والكرم الاحمر والكرم الابيض اللي هو اللي شغوج وهذا اللي شو العادي. هاد المكونات كاملين غادي نطحنهم وغادي يعطيوني واحد الكاس كبير كيكون قد هذا تقريبا اللي كيعطيني فاش كنديرهم في السونتريفيجوز.